بنفحات الرابع من رمضان متنسي عليكم مشاهدينا، يسعد مساكم وكل عام وأنتم دائما بروحانيات عالية بقلوب ملهفة ومقبلة على الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. يسعد مساكم إسراء وياسمين، أهلا وسهلا. كيفكم اليوم؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. يسعد مساكي صفاء، يسعد مساكم جميع المشاهدين. يعني اليوم الرابع من رمضان، الجسم بدأ يتعود أكثر على الصيام، فالمفروض أنه ما عاد في حجة، المفروض أنه همتنا على الطاعات تزيد. يعني دائما معروف أنه أول أيام بتكون فيها نوعا ما صعوبة، لأنه الجسم يعني يصاب بصدمة مع الصيام وقلة الأكل والجوع، لكن الآن خلاص تعودنا، ما عاد في حجة. وبالنسبة للي لسه ما بدأ، يبدأ من الآن طاعاته وبركات، يعني يأخذ من بركات رمضان. وبما أن يد الله مع الجماعة، فإحنا دار الإيمان وبرنامج رمضانكم دايما معاكم طول الشهر عشان نشد من همة بعض. وحنقول لكم النهاردة عندنا فقرات إيه عشان تتحمسوا وتفضلوا متحمسين طول الحلقة. عندنا كالعادة الحكمة العطائية حنستهل بيها حلقتنا، وعندنا كمان فقرة مهمة جدا عن الصحة النفسية في رمضان، زي نستغل رمضان في إن إحنا نصفي نفوسنا ونصفي روحنا من الضغوط اللي حوالينا. كمان عندنا سؤال جديد في المسابقة، وعندنا كمان النهاردة السحب كمان يا إسراء، السحب على الجائزة الأسبوعية. خليكم مستعدين، الناس مترقبين بالضبط. وحناخدكم في جولة في مدينة يصعب على أغلب المسلمين إن هم يوصلوا لها. النهاردة حناخدكم في جولة في القدس، عن أجواء رمضان في القدس. إن شاء الله تستمتعوا معنا بكل الفقرات، خليكم دايما معنا. إذن مشاهدينا، الآن بداية مثل ما عودناكم رح نبدأ معكم بحكمة عطائية جديدة وجميلة وإلها عظيم الأثر على نفوس المؤمنين. نشاهد هذه الحكمة. إنما جعل الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين، لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم، ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء له. يعني هذه الحكمة من حكم عطاء الله السكندري، ومثل ما عودنا مشاهدينا في كل يوم سنبدأ بحكمة عطائية تفتح لنا الأبواب. يعني فعلا اختصر الكثير في هذه الحكم الجميلة، وهذه الحكمة كانت من دلائل أو تحت باب من دلائل العناية. فيها فعلا يعني روح جميلة. إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين. أدي إحنا نستشعر إنه هذه الدنيا دار فناء. صحيح. هذه الدنيا دانية فعلا وزائلة فعلا، ومستقرنا أين؟ في الجنة. يعني أنا دائما يعجبني الأشخاص اللي صعب يمكن يوصلوا لأهليهم، أو اللي بيكونوا بالسجن، أو اللي حياتهم شوي صعبة، دائما بيستحضروا أنه اللقاء الأهل يعني وتجمع هذا الأهل سيكون أين؟ في الجنان بإذن الله. فهي دار الخلود، دار الاستقرار، دار الطمأنينة فعلا. صحيح صفاء. وفي نقطة جدا مهمة، يعني أنا دائما في هذا الباب وفي مضمار الحديث عن هذا الموضوع بحب أستذكر كتاب يمكن تحدثنا عنه في برامج سابقة، اللي هو عبير الوعي للدكتور محمد أحمد الراشد، في فصل تحديدا اسمه مشاريع استثمار الخلود، واللي يقول فيه شو المشاريع اللي حابب يعملها بالجنة لأنه حرم منها في الدنيا. جميل. الفصل جدا رائع، يدل على علاقة رائعة وعلاقة خاصة يعني بناها، استطاع أن يبنيها محمد أحمد الراشد مع الله سبحانه وتعالى. فجميل جدا أنه إحنا في حال أنه فعلا فكرنا أنه حرمنا من بعض الأمور في الدنيا، ما زال هنالك متسع لتطبيق هذه الأمور، وهذا لا يعني أنه نضلنا يعني في اكتئاب عايشين في الدنيا. صحيح. لا، إحنا نأخذ من سعادتها ونعيش اللحظات اللي فيها ونضلنا عايشين، يعني نحاول نستقي من الأشياء اللي حوالينا، لكن في ذات الوقت نستذكر أنه في جنة وآخر. صحيح. وتعقيبا كمان على كلامك يا إسراء، أتوقع رمضان هيبقى شهر مناسب جدا، هو شهر الصبر، هيبقى شهر مناسب جدا أن احنا نتعود أنه مش كل حاجة هناخدها في الدنيا، وأنه إن شاء الله في آخرة في حسن جزاء للصابرين. لأنه كل ابن آدم مفتون، وكلنا بنتعرض للبلاء والمحن، فالحكمة دي من حكم ابن عطاء بتطمننا، وممكن أنتوا تستفيدوا في شرحها كمان، يعني تقرأوا شرحها، إن شاء الله قلوبكم حتزداد طمأنينة. لأنه يعني في مقولة بتقول لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت بس إن أنت تحط حاجة صغيرة كده في الجنة أحسن من الدنيا باللي فيها. فأتوقع إن شاء الله رب العالمين أنتوا لما
تستفيدوا في قراءة شرح الحكمة حتطمئنوا أكثر، ورمضان كمان شهر الصبر هيساعدكم أكثر. يعني يمكن كما ابن عطاء السكندري هو بالتأكيد استمد هذا الكلام من قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأيضا يقول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني العيش في الجنان ولو نفسيا بيعطي نوع من الطمأنينة والرضا والسكينة للقلوب المؤمنة. إذن يعني بعد هذه النفحات الجميلة مع حكمة ابن عطاء السكندري، إحنا نركز إنه طالما إحنا في رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتقنا من النار في حال كنا من أهل النار، نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والتوبة والرحمة، وإنه فعلا نكون من أهل الجنة ونكون عندنا نفوس تواقة نطلب الفردوس الأعلى مرة واحدة. والآن سننتقل الآن إلى القدس وإلى مدينة جميلة، مدينة ترتقي دوما بالأرواح. نشاهد هذا التقرير من قلب القدس. ليست مدينة اعتيادية، إنها المدينة المحتلة، عاصمة فلسطين. هنا التنافس على ما هو أجمل مما تبقى من أحياء سلب الاحتلال معظمها. إحنا هون بحي باب حطة اتعودنا كل سنة إنه نزين حي باب حطة بالأضواء والفوانيس الرمضانية لإضافة قدسية وإسلامية على مدينة القدس ومنعها من التهويد والاستيطان. كل حي عماله بيعطي صورة أفضل سنة عن سنة لإنارة البلد القديمة وإضاءة المصابيح للمصلين اللي بيأدوا الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. دفع عجلة الحركة التجارية في كل مدينة القدس وخاصة بالبلدة القديمة التي تعاني طوال العام هو هدف للمقدسيين هنا. الاحتلال بداية علينا كونه اسمه وعنوانه هو احتلال، فعنوان الأسم تبع الاحتلال هو احتلال، أصبح مضايقة من جميع النواحي، المضايقات من ناحية المخالفات، من ناحية التفتيشات على الحواجز، مضايقات على الشعب لعدم قدومه من مناطق الضفة الغربية إلى القدس أو إلى المسجد الأقصى لإحياء أو لإقامة الشعائر الدينية الواجب أدائها في المسجد الأقصى. يدعي الاحتلال أنه قدم مجموعة مما أسماها بتسهيلات خلال شهر رمضان المبارك للمواطنين الفلسطينيين من أبناء غزة وكذا من الضفة الغربية المتلاصقة جغرافيا مع مدينة القدس البعيدة جدا بسبب حصار المدينة بالحواجز العسكرية والجدران الخانقة لها. لا انقسام بعد اليوم، يجب على المسلمين أن يتوحدوا على راية لا إله إلا الله والأجواء القدس، يا أجواء روحانية، طاهرين، مؤمنين، صابرين، نساء، شباب واختيارتها، ونحن صابرون وصامدون. ما تسمى بالتصاريح تمكن بعضا من أبناء الضفة وغزة من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، ويحرم ملايين من المسلمين الذين يأملون بصلاة غير ملوثة بحراب محتل وجدرانه في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 3 ملايين مصل من المتوقع أن يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، وسط حرمان ملايين من المسلمين حول العالم الذين يطوقون بصلاة ليست تحت حراب محتل أو جدرانه في مصر نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لقناة دار الإيمان، فادي العصا، القدس المحتلة. يعني بنشكر كفاح عدت لنا التقرير، شكرا جزيلا لكل اللي قام على هذا التقرير من القدس والكل اللي ساهم في نشره. الحقيقة يعني أجواء القدس أجواء كل المسلمين يتمنوا إنهم يوصلوا لها. نشكر برضو فادي يعني طبعا. لكن كفاح المسؤولة دائما عن طبعا أستاذ فادي، شكرا جزيلا. خلينا نفكركم تاني بسؤال المسابقة بتاع النهاردة: ما هو الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يصله الدم؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة اليوم الرابع في رمضان. ما هو الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يصله الدم؟ في تذكرة
أو خلينا نقول لكم إجابة حلقة سؤال مبارح. سؤال مبارح كان بيقول خلاص بقى ما الوقت انتهى. خلينا نقول اسم مذكر إذا قلبت نقاطه من الأعلى إلى الأسفل أصبح اسم مؤنث. الاسم كان عنتر، إذا قلبت النقاط صار عبير. ما شاء الله كل الناس جاوبت صح. يعني أكيد بعدين ممكن واحد بيروح بشوف الإجابة الصحيحة صحيح. لا الناس مجتهدة، وفعلا نشكر الجميع على المشاركة الرائعة اللي شاركوها على صفحة قناة دار الإيمان. إن شاء الله السحب حيكون على الجائزة الأسبوعية حيكون النهاردة في ختام حلقتنا في رمضانكم، خليكم معنا للآخر. طيب مشاهدينا، اليوم سؤال دردشتنا، ودردشتنا الرمضانية اليوم لسؤال جدا مهم ومؤرق ويدخل في حياتنا جميعا، مسألة المسلسلات. يعني طبعا مع كثرة وتدفق المسلسلات الهائل في رمضان، يعني كنا في الزمانات يعني ينتج فقط يا دوب 20-30 مسلسل في رمضان، الآن ما شاء الله المسلسلات تفوق المئات سباق. والمئات من الساعات تسرق من حياتنا في رمضان. فعلا إسراء، يعني تم إنتاج تقريبا ما يفوق 40 مسلسل. يعني أنت لو بدك تخصصي كل يوم تحضري مثلا مسلسل يعني لآخر رمضان ما حتلحق، يعني حيخلص الوقت وأنت مملحة تحضري مسلسلات رمضان. رمضان بيتسرق فعلا، يعني هي سرقة الوقت. سرقة الوقت هو من سرقات اللي كانت عم تسرق الوقت في رمضان، إحداها المسلسلات. وإحنا طلبنا من مشاهدينا يشاركونا بأساليب جديدة. نعم. أساليب هيك شخصية هم ابتكروها، أساليب جربوها وفعلا لقوها أساليب ناجحة في كيفية مقاومة النفس لهاي المسلسلات. نفس بشرية على فكرة، يعني بتلفتها هاي الأمور، بتلفتها المشاهد الجميلة، اللقطات الجميلة، القصص التي تحبك أيضا في رمضان. نعم. لكن كيف نجاهد أنفسنا في رمضان؟ هو هذا سؤال دردشتنا. لو أيضا في نقطة جدا مهمة، أنه في كثير من الناس لأنه بتمل من الصيام عشان تنسى الجوع بتقوم بتعوض بحضور المسلسلات تملأ حتى تشعر عقلها وتملأ وقتها، هون مصيبة أكبر. يعني صحيح، إحنا الحقيقة جت لنا يعني مشاركات من الجمهور وطرق لتلافي سرقة الوقت في رمضان كانت حلوة جدا. منها محمد سودة بيقول وضع خطة لرمضان تحتوي على أوقات قراءة القرآن والقراءة في الثقافة العامة ووقت لمشاهدة بعض البرامج المفيدة بعد حصرها وحصر القنوات التي تبثها في القنوات المفضلة. يعني أول ما تفتح التلفزيون تلاقي عندك كده قنواتك المفضلة، ما تمشيش برا عنها، هم 10 قنوات عليهم مثلا 10 برامج أو 5 برامج أنت بتقلب فيهم وبس خلاص. تعرفي يا ياسمين، انا بيعجبني الاشخاص اللي عارفين انفسهم، يعني عارفين انه نفسهم ما بتقدر تقاوم مثلا، فبروح خلص بيحدث مثلا كامل. صحيح. او بيلغي التلفزيون او بيعمل مثلا بعض الامور اللي عن جد تجنب نفسه. لكن في اشخاص عندهم قوه اراده اكثر، بقول لك انا لا، كل القنوات عندي لكن عندي جدولي وعندي خطتي وبقدر اقاوم هاي. فكل شخص بيعرف فعلا حقيقه. صحيح. نفسه، هاي نقطه كثير مهمه. من ضمن المشاركات صفاء اللي وصلتنا فيها، عبد الغني ابراهيم بيحكي افتحوا على قناه دار الايمان. شكرا لك يا عبد الغني على هاي الثقه. لكن بالمناسبة حتى بموضوع القنوات الدينية، لأنه في أيضا هدايات تقول ما بشغل التلفاز إلا على القنوات الدينية، من المهم أيضا أنه الإنسان يختار له برنامجين خلاص يتابعهم في رمضان. صحيح. يستفيد منهم، يشوف أنه المعلومات اللي تقدم في هدول البرنامجين فعلا بيستفيد منهم. بهذه الحالة بيكون فعلا برضو ما ضيع وقت، لأنه بالنهاية حتى البرامج قد تكون تضيع وقت إذا أنت بدك تضلك تحضر تحضر تحضر. طيب أتوقع ممكن يعني يحضر الحاجة المتوافقة مع خطته الشخصية. تمام. في رمضان. صحيح. يعني إذا هو حاطط مثلا خطه انه يزود من عزيمته او يزود من صبره او انه هو بيتعصب كتير، ينطبقي بالضبط البرامج اللي بتساعده على خطته الموضوعه في رمضان. كان عندنا واحد قريبنا ربنا يكرمه، يعني على ذكره، كان عنده اطفاله صغيرين محبين للتلفزيون بشكل مش طبيعي. فكان بيعمل ايه؟ كان بيجتمع بيهم ليله رمضان وبعدين يقول لهم احنا ده شهر الطاعه، ويديهم يعني تحفيز مناسب للشهر، وبعدين يخليهم هما بايديهم يعكسوا التلفزيون وشه للحيطه. يذنبوا التلفزيون لأنه بيسرق وقتهم. وكل واحد حيقدر يمسك نفسه كويس جدا عن مشاهدة التلفزيون في رمضان، كان هو بيديله مكافأة نهاية كل أسبوع، بيشوف مين أكتر واحد حقق. هاي فكرة لطيفة، يعني خلى الموضوع يطلع من أنفسهم. صحيح. يعني ما خلى فرض ولا أمر عليهم. بالضبط. فهذه فكرة فعلا لطيفة. يعني العديد من المشاركات، مثلا أحمد بيحكي ذهاب لصلاة التراويح ثم النوم مبكر للاستيقاظ للسحور وصلاة الفجر. أما عمر فبيحكي الاستماع لمحاضرة
حضرة الشيوخ منها العريفي ربانيين إحدى البرامج. يعني على سيرة البرامج أيضا البرامج الدينية والبرامج المفيدة هي كثيرة فعلا، وانتقاء البرامج مثل ما حكيتي هي سنين جداً. وهي هاي البرامج فعليا حضلها على مدار السنة، يعني أنا أختار برنامج وبعدين ممكن أنا أحضر باقي البرامج يعني في حلقات أو بعد رمضان للاستفادة من الوقت. في ابتسام كمان بتقول حذفت كل القنوات هي جابت من الآخر بدل ما تودي تلفزيون عند جارتها ولا أي حاجة هي حذفت القنوات وريحت راسها. برافو عليك يا ابتسام. التلفزيون أصلا يا ياسمين برافو صراحة جميل. أنا بقالي برضو فترة طويلة بدون تلفزيون، دي حاجة كويسة وعلى فكرة شيء مريح جدا، وبتنسي على فكرة موضوع أنه في مسلسلات فعلا. أنك ما بتشوفي الدعايات اليومية، فكرة الدعايات مأساة يومية، الدعايات اللي تبث وتتدفق عبر شاشات التلفزيون عبر شهر وشهرين من رمضان فعلا يعني تجذب الناس أكثر، لكن لما ما يكون عندك تلفزيون أنت بكل الأحوال ما في شيء بشوقك يعني. لا يا إسراق اللي ما أنت بدي متابعها بس دار الإيمة نفتح عليها الحمد لله في بث مباشر عن طريق الإنترنت وهذا شيء جيد. في حاجة كمان كنت حابة برضو يعني أنت أضاءتي لي فيها يا إسراء، إنه الدعايات أصلا يعني كل مسلسل لازم يتخللوا دعايات تجارية يعني ربنا يوسع على الجميع وكل حاجة، بس أحيانا ست البيت من كتر ما بتشوف الدعاية موجودة في التلفزيون بيتخلق فيها رغبة من جواها وهي أصلا مش موجودة، يعني هي ممكن تكون مش عايزة تغير ديكور البيت النهاردة السنة دي عفوا، أو مش عايزة تجدد التلاجة أو مش عايزة تعمل أي حاجة من كتر الدعايات. طبعا دعايات يصحبها خصومات تبدأ تزن على جوزها إنه يعني يغتنم الفرصة، ده رمضان عاملين تنزيل ده كذا ده كذا، فهو بالضبط فهو بيخلق في العقل اللاواعي يعني الرغبة صح. مزيفة للشراء صحيح مزبوط. على فكرة من ضمن المشاركات يعني وصلتنا مشاركة تقول فكر بأهلك بسوريا بتنسد نفسك عن الدنيا كلها. طبعا تحية لك على المشاركة وأكيد تحية لأهلنا في سوريا، بالنهاية الإنسان لازم يكون في عنده يعني إحساس بإخوانه، لكن بالنهاية ما بدنا تنسد نفسك عن الدنيا كلها لأنه أنت أمامك دور عم بتقومي فيه بحياتك، أمامك مهمة عم بتقومي فيها، حاولي قدر الإمكان وقدر المستطاع من مكانك في هذه الأرض أنك تقومي فيها ويمكن تساعدي إخوانك في سوريا بطريقة غير مباشرة وبطريقة أنت ما بتتوقعيها. صحيح، يعني ما ننسى يقيننا بأن يعني النصر القريب من الله صحيح. عز وجل، هذا يقين مؤمن يعني صحيح. متيقن بأمر الله عز وجل. يعني من هذه المسلسلات ومن الطرق الإبداعية فعلا اللي أفدتونا فيها من مشاركاتكم، أيضا هناك كان في مليونية لمقاطعة قطعت المسلسلات انتشرت على الفيسبوك صحيح. وجود ومشاركتنا وجود بصماتنا في هذه المليونية يعني يكون له حافز قد يصل لأشخاص ما عندهم يعني مشكلة بالمسلسلات وقد فعلا يقرأوا الكلام المفيد عن مقاطعة المسلسلات ويكونوا ضمن هذه المليونية ويكون رمضان خالص لله عز وجل بعيدا صحيح. فعلا عن ملهيات الدنيا الكثيرة. إذن في النهاية صفاء بنحكي للمشاهدين في هذا يعني المضمار تحديدا، عقلك إن لم تشغله بالحق شغلك بالباطل، لذلك املأوا عقولكم بالحق وبما هو مفيد رح تلاقوا حالكم تلقائيا عم تبعدوا عن كل هاي الأمور. ومشاهدينا من فقرة دردشتنا ننتقل وإياكم لحتى نشاهد ماذا حدث في مثل هذا اليوم 9 من حزيران. في عام 641 قضاء المسلمون على آخر معاقل الرومان في الإسكندرية بقيادة عمرو بن العاص، وذلك بعد نحو عام من فتح أغلب مناطق مصر وخاصة حصن بابليون الذي كان يشكل عاصمة الحكم الروماني في مصر. في عام 1923 انقلاب الجيش البلغاري على الحكومة مما أطاح حكومة الاتحاد الوطني الزراعي البلغارية برئاسة ألكسندر ستامبوليكس. في عام 1928 بداية البث التلفزيوني المنتظم من مدينة نيويورك الأمريكية لمدة ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع. في عام 1928 قيام أول رحلة عابرة للمحيط الهادي بطائرة فوركار إف بقيادة تشارليز كينغفورد سميث وطاقمه. في عام 1965 بداية ثورة الظفار العمانية بدعم إيراني وبريطاني، وانتهت الثورة بهزيمة المتمردين. في عام 1967 إعلان جمال عبد الناصر عن تنحيه عن رئاسة الجمهورية العربية المصرية وذلك بسبب الهزيمة في حرب 1967. في عام 1999 وفي يوم احتفال الملك عبد الله الثاني بتتويجه على العرش تم تتويج الأميرة رانيا عبد الله كملكة على المملكة الأردنية الهاشمية.
في عام 2006 افتتاح حفل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 والتي أقيمت في ألمانيا. ومتواصلين معكم مشاهدينا في برنامج رمضانكم، منذكركم بسؤال اليوم: وما هو الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يصله الدم؟ شاركونا لحتى يعني سيقف إن شاء الله المسابقات الإجابات على هذه المسابقة في نهاية حلقة اليوم، حتى نسحب على $250 ونشوف مين اللي فاز معنا في مدار الأسبوع. ورح نتوقف لفاصل قصير، وبعد الفاصل حديثنا عن الصحة النفسية في رمضان مع الدكتورة زهرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من تاني مشاهدينا الكرام في رمضانكم وفي دار الإيمان. دلوقتي معنا فقرة الصحة النفسية، يعني في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: في القلب مضغة إذا صلحت صلح العمل كله. وبداية صلاح الأعمال وبداية كل شيء جميل يبدأ من راحة القلب وصفاء القلب. وأعتقد يعني دكتورة زهرة أحمد اختصاصية الصحة النفسية هتكلمنا باستفاضة عن إزاي ننقي قلوبنا وإزاي ننقي نفوسنا عشان نقدر إن إحنا نتجاوز الضغوط النفسية والضغوط اليومية اللي بنمر بيها دايما في حياتنا. دكتورة زهرة أهلا بيكي، نورتينا في قناة دار الإيمان، نورتينا في رمضان. نور بيكو، ربنا يعزكو ويعليك. يعني موضوع تنقية النفس في رمضان تحديدا يعتبر موضوع جدا مهم، لأنه رمضان تأسيس لما بعده، هو يمكن أنه نعتبر شهر رمضان تأسيس لكل حياتنا. بداية خبرينا، لماذا يعتبر رمضان فعلا فرصة حقيقية وحية ومثمرة لتنقية النفس من الشوائب؟ أولا أهلا بكم، رمضان كريم لكم كل المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتواءتم من الجنة منزلة. ربنا يعزكم ويعلي بكم. رمضان جاء المطهر، رب رمضان هو رب كل الشهور، ولكن دائما في رمضان تشحذ الهمم، دائما في رمضان نقرب من الجنان أكثر وأكثر، دائما في رمضان تصفد الشياطين. ويقول النبي صلى الله سلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إذن فهي فرصة وهي غنيمة وهي قرب لله عز وجل، وهي قرب النفس وخضوع النفس لله عز وجل. يعني لا أخفيكم سرا أن هذه الدنيا ما خلقت إلا للكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن هناك بعض النفحات الوردية، ورمضان يعتبر نفحة وردية سبحان الله العلي العظيم، تنير القلب فتنير الوجه وتنير الحياة بأكملها. جميل جميل، يعني يمكن كل محطة في الحياة فيها زي مصفاة، يعني كيف بنصفي احنا مثلا الطعام وخلص نتخلص من الشوائب، كيف ممكن نجعل رمضان هذه المحطة التي ننقي فيها النفس والروح حتى تشرق من جديد، حتى تخرج فعلا للحياة وهي مقبلة عليها من جديد، مقبلة على الله عز وجل، يعني تزداد النفس تفاؤلا وأملا وإشراقا في رمضان. لكن كيف نجعل هذه النفس تسمو؟ تخيلي حضرتك سبحان الله العلي العظيم، لو هنتكلم بشكل اختصاصي أو بشكل البعد النفسي، إنه سبحان الله العلي العظيم لما النفس نفسها بتشرق وبيحصل لها نوع من أنواع القرب من الله عز وجل، لما بيحصل نوع من أنواع التفريغ الهموم في سجدة وفي قرب من الله عز وجل، أنت تقولين: يا رب إن عندي الكثير من الهموم التي يعني سقلتني في هذه الدنيا، كثير من الذنوب يا رب التي سقلتني في هذه الدنيا، ولكن أنت يا رب ما تعلم بي وتعلم أنني أريد جنتك وأريد قربك وأريد حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربني إلى حبك. إذن فيعني عندما نفعل ذلك عن سياسات التفريغ، وهذا نمط نفسي واستراتيجيات في العلاج النفسي عن طريق التفريغ، عندما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، عندما يعني تلجئين إلى شخص ما فتقولين: هذا الشخص يعني نعم أنا هرتاح إلى هذا الشخص، وعندما أأوي إليه فإنني أشعر أنني يعني قد فرغت ما بداخلي وأنني قد ارتحت واصطفت. فما بالك هذا الشخص ورب العالمين، أن أنت يعني سبحان الله عظيم والله المثل الأعلى، أن أنت بتفضفضيله وبتقول له: يا رب أنا جيت لك، بتقول له: يا رب يعني اللي جوايا ده طلعه برضى عني وشفيني وعافيني. يعني صحيح، يعني نستمد جميل. يعني نستمد القوة من رب العالمين في المساعدة في صفاء على الصفاء النفسي وصفاء القلب. أنت مصرة
تعالي صراحة صفاء يعني كل اسم معنى ونصيب الشهر يعني اسمي الله يسعدك. طيب دكتورة خلينا أسألك يعني في الشق الطبي يعني دايما بنسمع أنه ناس بتعصب وتتنرفز وتفقد صوابها في نهار رمضان وما تكلمي يقولك معلش معلش السي بي فلان ده صايم. طيب إيه علاقة الصيام وإيه علاقة يعني أقولك الصيام يعني له عمليات فسيولوجية داخل الجسم إيه علاقة ده بالنرفزة أو بأنه الإنسان يعلي صوته أو يحتد على اللي قدامه؟ دي حاجة. الحاجة الثانية عايز أعرف الإشاعة دي صحيحة ولا مش صحيحة أنه الصائم لازم يتنرفز الصائم لازم يحتد على اللي قدامه؟ هو احنا اصلا لو بصينا للصيام كصيام كما انزل الله رب العالمين يعني هو ليس الامتناع عن الطعام والشرب فقط ولكنه تدريب للجوارح وكف للجوارح وقرب من الله عز وجل. اذا فمعنى الصيام لا يقتصر ولا يختزل في انني امتنعت عن الطعام وامتنعت عن الشرب فقط ولكنني ادرب نفسي لكي اقرب من الله رب العالمين ادرب جوارحي ادرب. فاذا استاذة صفاء استاذتي الحبيبة اذا نظرنا الى معنى الصيام معنى كلمة نرفزة نرفزة أو عصبية هذا شيء سلوكي ليس شيء فسيولوجي إنما يتبعه شيء سلوكي. إذن فتدريب النفس على أنني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب ولك الجنة. فما بالنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينصحنا بعدم الغضب وبيقول لنا لا ما تغضبوش تمام. أمال بيجي منين؟ دي ثقافة ثقافة خاطئة زي ما في مجتمعاتنا كتير جدا من الثقافات الشائعة صورة نمطية الصورة النمطية إنه أنا أو نوع من أنواع الحيل الدفاعية لضعف الشخص ووهنه لأنه لا يعني غالبية هؤلاء الأشخاص يعني عندما ينظرون للصيام فهو صيام عن الطعام والشراب. أنا ليس لدي قوة ليس لدي قوة بدنية لكي أتكلم أو أتحدث أو وعلى العكس إنما يعني البدن بيكون في حالة نشاط بيكون في حالة أي نعم يعقبه انخفاض في بعض المعدلات مثلا في معدل الأكسجين السكر في الدم هذا من هذا القبيل ولكن في الغالبية العظمى سبحان الله عظيم لأنه كف جوارحه لأنه رب الروح. بالنهاية الناس يعني من ناحية الأكل الناس بتعوض بالفطور صحيح. يعني ما حدا عنده حجة خصوصا هاي الأيام صحيح. لكن ختاما دكتورة ضروري جدا نذكر خطوات عملية لتصفية النفس في رمضان. أنت ذكرتي مسألة التفريغ يعني هي التفريغ لله سبحانه وتعالى أو حتى التفريغ إذا في بينك وبين أي إنسان في هذه الدنيا يعني نوع من الشحنات أنك تفرغي. ماذا بعد التفريغ؟ أولا يعني رمضان جاء المطهر إذن جزئية التفريغ والقرب من الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتفاؤل بأن الله سبحانه وتعالى سينجيني من المصاعب والمهالك التي أقابلها في هذه الدنيا. ثانيا سبحان الله العلي العظيم العلاقات الاجتماعية يعني عندما أصفي نفسي وأسامح وأدخل في نفسي أنني سأسامح هذا لله يعني من خصمته ومن يعني قطعته في هذه الدنيا صلة رحم التي قطعتها أبي وأمي الذين لا أبرهم كل هذا تجديد إخوتي الذين بيني وبينهم المشاكل كل هذه حتى أصدقائي حبي في الله لهم يعني. نعم ترميم للنفس من جديد قرب الله عز وجل من جديد. أقول أن رمضان يعني مكان إلى الجنة إذن فهذه النفس تردع تصفد الشياطين وتسلسل ولكن ليس هناك إلا نفسي التي أربيها وأردحها أقربها من الجنة أجعلها تتحب في الله عز وجل تجعلني أتصدق وأشعر بالفقير. فكل هذه الأمور الداخلية وصدقا بما أننا متخصصين هناك الكثير والكثير من الأمراض النفس عضوية تخيلوا النفس عضوية أي منشأها الأساسي هو النفس من بخل من شح من زي ما يعني مثل ما حضرتك تفضلت يعني من نرفزة من عصبية من أمور سلوكية وأمور نفسية صعب يعني. النفس. ولكن كل هذا رمضان سبحان الله العلي العظيم نؤكد مرة أخرى أن رب رمضان هو رب الشهور ولكن أكيد. رمضان هو فرصة للقرب من الجنان وتنقية النفس. نعم دكتورة يعني ربنا يتقبل من الجميع وإن شاء الله أنه يكون فعلا رمضان هي محطة ندخلها ونخرج بأرواح نقية بقلوب فعلا يعني مصفية وجاهزة وإن شاء الله فعلا مشرقة من جديد. شكرا لك دكتورة زهرة أحمد وسعيدين فيك بوجودك جعلكم دائما من أهل القرآن ومن أهل الإيمان ومن المبشرين دنيا وآخرة تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. إذا مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم عودة لاستكمال باقي فقراتنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء.
خلينا نذكر مرة تانية بسؤال مسابقة اليوم، واستعدوا استعدوا استعدوا لأنه النهاردة السحب الأسبوعي $250، والسؤال ده ممتد معنا لنهاية الحلقة، يعني نهاية الحلقة حيقف استقبال الإجابات، فضروري تجاوبوا خلال الحلقة. السؤال بيقول: ما هو الجزء الوحيد في جسم الإنسان الذي لا يصله الدم؟ مستنين إجاباتكم على صفحتنا على فيسبوك وتويتر. وإلى الثقافة القرآنية اليوم مشاهدينا، يعني وفي كل حلقة ننتقي آية حتى نقف على عتبات هذه الآية، نستمد من نورها ونضيء فعلا فيها، أو نقف على الإضاءات اللي موجودة في هذه الآية. وسنشاهد الآية الآن على الشاشة. يعني يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، صدق الله العظيم. يعني بتعرفي صفاء، هذه الآية أنا كتير بستذكرها، هذه الآية تحديدا لأنها تذكرني دائما بمهمتي في هذه الأرض. وعلى فكرة الآية بتحكي عن قاعدة كونية، يمكن قلما يعني هي فعلا قاعدة بنقدر إحنا نستخدمها بالنهاية عمران الأرض ولاستمرارية الحياة في الأرض. مسألة الوقوف، إنه نوقف إحنا، يعني دفع الله الناس بعضهم ببعض، مسألة إنه إحنا ما تمر أمامنا الأمور مرور الكرام، مسألة إنه إحنا في حال إنه شفنا أمور خاطئة، في حال إنه شفنا الباطل عم بيمشي، إنه إحنا نقف عند هذا الباطل، مش نحكي إنه خلص يعني الناس عم تمشي والحياة ماشية وبالنهاية أنا مش دوري، لا، بالنهاية لازم أنت تكون واقف فعلا عند الحق، ولازم أنت تستمر وتكون أنت أهل لأنك تحمل هذا الحق وتحمل نفسك مسؤولية أنك تكون إنسان حقاني في هذه الدنيا. صحيح. يعني في ناس دايما يا صفاء وإسراء بيقولك أنا واقف في النص، ماليش دعوة، أنا ما عرفش أبقى مع مين، أنا مش عارف، أنا برا ومش عايز أحمل نفسي ذنب أي حد. مفيش حاجة اسمها كده. أنت يا قدام يا يمين يا شمال، يا قدام يا ورا، يا مع يا ضد. ليه؟ لأنه الآية بتقول لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، في دفع، يعني مفيش ثبات، في حركة بالضبط. نعم. مفيش ثبات، كون ان انت تدعي ان انت ثابت على موقفك اللي هو الحيادي وان انت لا تتأثر باليمين او اليسار، فاعتقد يعني ده مش حاجة موجودة في حياتنا. ياسمين يعني. ذكرتني بمقولة جدا مهمة على مسألة انه يا يمين يا شمال، في مقولة تقول: نحن أمة وسط، فإذا توسطنا تطرفنا. كتير من الناس بتحاول انها بدها تكون وسطية. هلأ المعنى انك تكون وسطي مش معناته انك انت تكون محايد، لا، معنى انك انت تلتزم بالنهاية بالأمور الوسطية، بالنهاية أنك تلتزم بتعاليم الدين مثل ما هي، فأنت بتتوازن، لكن وقت الحق لازم أنت تقف مع الحق ولازم يكون لك موقف. صحيح. يعني وأيضا لبعض المفسرين بيقولوا في تفسير هذه الآية أنه تفسد الحياة بفساد أهلها وفسادهم بالظلم والعصيان ومخالفتهم لأمر الله عز وجل، ودفع الله الناس بعضهم ببعض يوحي بأن أناس ألفوا الفساد وأشربوا هذا الفساد، لكن أيضا هناك أشخاص ألفوا الإيمان وأشربوا هذا الإيمان، المفروض يكون لهم كلمة حق قوية. صحيح. يعني كلمة حق ثابتة. يمكن شهدنا في ظل الثورات العربية للأسف وجود بعض المتدينين اللي محسوبين على الدعاء وعلى الملتزمين، وقفوا هذا الموقف، وقفوا موقف الحياد للأسف، ولم يبدو رأيهم. صحيح. لا إيجابا ولا سلبا، فيعني المفروض هنا يكون هنا موقف القوي، هنا موقف الشجاع، هنا صحيح. موقف المؤمن اللي المفروض يكون صرخته عالية وكلامه يعني مسموع في هذه الدنيا. وفرقة أهل الباطل. نعم. يعني عفوا، فرقة أهل الحق، يعني أهل الباطل دايما بتلاقيهم متوحدين تحت راية واحدة، متجمعين. بالضبط، بيبقوا متجمعين، لكن نعم. أهل الحق دايما تلاقيه يقولك أنا شايف الحق من الزاوية الفلانية والتاني متمسك بالزاوية العلانية. طب وبعدين في الآخر إحنا تفرقنا، يعني الحق فرق بين فرق كثيرة ولم تقام له راية واحدة زي راية أهل الباطل. فدي حاجة مهمة برضو. صحيح. يعني في كونك تختار أنت في صف الحق ولا الباطل، اختار كمان الراية الصحيحة التي يعني التي تكون خالية من كل الشهوات الدنيوية ومن كل تقدير النفس أو السعي المنصب أو لشيء. خليك واقف تحت الراية الصافية. الإنسان لازم يضل يتحرى الحق، يمكن مرات يخطئ لكن فيما بعد يكتشف أنه خاطئ، المهم أنه يضل في عملية تحري دائمة للحق. يعني لازم ننوه لختام هذه الآية، ختام هذه الآية يقول: ولكن الله ذو فضل على العالمين. ختام رائع، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى بأنه هذا التدافع الذي يحدث في الدنيا هو فضل من الله على الناس. صحيح. وإحنا كنا قبل ذكرنا أنه نوهنا لمسألة النعم وأنه إحنا نستشعر النعمة. تخيلي أنه هذه بحد ذاتها نعمة، لأنه لو استأثروا أهل الباطل بالباطل، نعم، بالنهاية شو رح يصير؟
تفسد الأرض يعني صحيح. كما ذكرت الآية هذا بحد ذاته نعمة وهذا الشيء اللي لازم نستشعره. يعني هي كانت وقفات ونبضات يعني نقف عليها من أهل التفسير طبعا وأهل الاختصاص، لكن نحن ننوه لها في إشارات في برنامج رمضانكم، ونتمنى أنكم ترجعوا تبحروا أيضا في هذه الآيات يعني تستفيضوا من فيض القرآن الكريم. وننتقل الآن إلى عندنا دلوقتي حالا حنطلع لإضاءات في السيرة النبوية مع دكتور عبد الله معروف، خليكم معنا لأن الدعوة إلى الله فن لا يتقنه إلا لا نتقنه إلا إذا آمنا بأهمية دورنا في هذه الحياة. ابقوا معنا في إضاءات في السنة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام، وحياكم الله وأخواتنا الكريمات، وبارك الله تعالى فيكم جميعا. قبس من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم فيه أدب الدعوة. أدب الدعوة، بعض الناس اليوم لما يجي بده يدعي حدا بيقول له تعال بدي أهديك الإسلام أو بدي أهديك لمكارم الأخلاق، فالإنسان اللي بيسمع هذا الرد المباشر هيك بيقول له ما بدي، يعني بين قوسين حل عني بدي شيك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له أسلوب راق في الدعوة. أعطيكم هذه القصة في أصعب يوم مر على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الطائف. هذا اليوم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أو أصعب يوم مر عليه في حياته، وقد سألته عنه السيدة عائشة رضي الله عنها. إيش القصة بتقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى الطائف فرفضه أهلها وأغروا به، يعني أبناء عبد يليل بن عبد كلال أغروا به السفهاء والرعاع، يلقون عليه الحجارة ويطاردونه حتى فر منهم إلى بستان صلى الله عليه وسلم، ودخل بستانا وإذا به الاثنين من ألد أعدائه وهما عتبة وشيبة ابن ربيعة من قريش، كانوا لهم بعض المزارع في الطائف هؤلاء يعني الأشراف والأغنياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم التجأ إلى هذا البستان وإذا بعتبة وشيبة جالسين في البستان ينظرون إليه، فلما رأوا مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الدم وعليه التراب صلى الله عليه وسلم رقى له وهما المشركان، فأخذ قطفا من العنب وأعطوا له شاب صغير عندهم عبد يعمل عندهم غلام اسمه عداس وكان نصرانيا، وأرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا عداس خذ قطف العنب هذا واذهب به إلى ذلك الرجل، فأخذ قطف العنب وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العنب مع عداس قال له عداس إن سيدي يقول لك كل من هذا العنب، فنظر فإذا عتبة وشيبة بعيد هيك، وانظروا أدبه، لم يقل لا شو هذول أعدائي أبدا، بل أخذ قطف العنب لأنه هدية ووضع يده عليه وقال بسم الله، فقال عداس بسم الله هذه كلمة لا يقولها أهل هذه البلاد، فانظر الحوار الآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت؟ قال من نينوى، فنينوى هذه في العراق، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له؟ قال له نينوى من بلد الرجل الصالح يونس بن متى، طبعا يقصد به سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، فعداس قال له وما أدراك ما يونس بن متى؟ انظروا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له أسلم ولا شيء، قال له ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي، فأكب عداس فورا يقبل القدمين الشريفتين اللي بينزل منهم الدم في ذلك اليوم، وشهد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر عتبة وشيبة إلى بعضهم وقال ها انظر أما عبدك فقد أفسده، يعني تفضل بدكش اللي تودي له عنب. لاحظوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع عداس، لم يقل له من البداية أول شيء أنا متعب ما بديش أكل، ثانيا لم يقل له يعني هذول أعدائي اللي هم أصلا أخرجوني من مكة وجعلوني آتي إلى الطائف عتبة وشيبة وغيرهم، لم يقل ذلك، وإنما قبل الهدية. ثم عندما تحدث معه عداس أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرصة لدعوته، ولكن بشكل غير مباشر دعاه بأخلاقه قبل أن يدعوه بالكلام، ولم يقل له أسلم، لم يقل له آمن، لم يقل له شيئا أبدا، وإنما قال له من أي البلاد أنت، ثم قال له ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. ما أحوجنا إلى أن نتمثل
أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس. فالدعوة خلق والإسلام خلق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا مشاهدينا، عودة لكم بعد هذه النصائح الطيبة من الدكتور عبد الله معروف. وعلى فكرة في رابط يعني جدا مهم بينها وبين الآية اللي قبلها، كنا قد ذكرنا عن مسألة دفع الناس بعضهم ببعض عفوا، مسألة التناصح، مسألة التدافع. هاي مربوطة بمسألة الدعوة، إنه في النهاية مع وجود هذا التدافع صحيح. لازم ما ننسى إنه الدعوة إلى الله والتناصح بيننا ورد أهل الباطل لابد أن يكون بالموعظة الحسنة، وإن احتاج الأمر يعني في البداية نبدأ بالموعظة الحسنة، لكن إن احتاج الأمر إلى حزم نستخدم الحزم، لكن في النهاية ديننا دين المعاملة اللطيفة. صحيح، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يعني ننسى هذا الموضوع، لكن نعم. إشارات فعلا لطيفة من الدكتور عبد الله معروف، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأخلاقه، كان يدعو بروحه الجميلة، كان يدعو بابتسامته، بسلوكه، كان يدعو يعني بسلوك بسيط، سلوك حياة يعني نعم. منهج حياة كان هو الدعوة. رسالة غير مباشرة ولكن تؤتي ثمارها. صحيح. دلوقتي هنروح للسحب، فقرة السحب، أتمنى تكونوا استعديتوا وكل اللي كان عنده إجابات حطها، عشان دلوقتي حالا هنسحب الجايزة. خلينا نقول الإجابة بتاعة سؤال النهاردة. سؤال النهاردة كان بيقول: جزء في جسم الإنسان لا يصل إليه الدم، الإجابة هي القرنية. فأتمنى يكون كل مشاهدينا اتوفقوا في إجابات صحيحة. خلينا نعيد من تاني الإجابة. الإجابة كانت القرنية، في جزء من جسم الإنسان لا يصله الدم، كانت القرنية. دلوقتي حالا إن شاء الله هنسحب الفائز، وانا شخصيا متوتره مش عارفه هو المشاهدين اخبارهم بالصحيح بس لو يفوت طيب. معنا يفوت. شكرا يا اخ حسن، وسل بين ايديا. اسحبي يا صفاء. بسم الله. خربشوا. طيب بسم الله. ياسمين تفتحيها. سعيد الحظ، بما اني متوتره يعني. ياسمين توترت عنكم. ياسر الحسيني. ياسر الحسيني هو الفائز معانا في الأسبوع ده. ألف مبروك ياسر الحسيني. نعم. ألف مبروك يا ياسر، وإن شاء الله هنتواصل معاك على الرسائل، تابع رسائلك عشان إن شاء الله تستلم جائزتك. ألف مبروك. إذن شكرا لكم. بنرجع ننوه مشاهدينا، أكيد شكر خاص لجميع من تفاعل معنا. طبعا حتى الفايزين بالنهاية ما يحزنوا ما يزعلوا، طارت الورقة. لكن ياسر أنت أكيد بضلك فايز. المشاهدين نذكرهم أنه أيضا رح ينتقلوا معنا للسحب في نهاية هذا الشهر على جائزة $1,000 بإذن الله. إذن في كل أسبوع مشاهدينا $250 في نهاية الأسبوع. كونوا معنا في مسابقاتنا اليومية من السبت إلى الخميس في برنامج رمضانكم للساعة 3 حتى الساعة 4 يعني. وفي ختام هذا الحلقة وهذه الجلسة فعلا اللطيفة، بنذكر مشاهدينا أنه كل الأسماء اللي دخلت هون على السحب هي حتبقى معنا للسحب النهائي في نهاية شهر رمضان المبارك $1,000، وهي الجائزة الختامية يعني. في نهاية الحلقة أنا سعيدة جدا في هذه الجلسة الجميلة معكم ياسمين وإسراء، وأيضا مع مشاهدينا، بتمنى نكون دائما فضل عليهم. عايزينكم تستنوا كمان على قناة دار الإيمان وتشوفوا النشرة الإسلامية إن شاء الله بعد برنامج رمضانكم، إن شاء الله فيها أخبار كتير تهمكم وتهم العالم الإسلامي كله. سعيدة بلقائك النهاردة يا إسراء ويا سعيدة صفا. كل يوم من هون. أنا سعيدة صراحة كل يوم رمضان إن شاء طول الله. ما أنا في دار الإيمان وبطل على مشاهدينا من شاشتها أنا سعيدة الحمد لله. إذن مشاهدينا تابعونا دائما من نفس الزمان ونفس المكان عبر شاشتكم، شاشة دار الإيمان، ورمضانكم مبارك. في أمان الله، إلى اللقاء.